مين الست اللي تحبي تعملي سيرتها الذاتية؟ كليوباترا. واو. طيب مين اللي انت مفتقداه النهاردة بشدة من خلال وجودك في مهرجانات كتير؟ بصي، في واحدة كنت يعني أنا بحبها ونفسي، صديقة عزيزة، وهي ليها دور كبير قوي في حياتي، نجلاء فتحي. آخر مرة كلمتيها امتى؟ لا، من ما فيش أسبوعين احنا على طول على اتصال على الواتساب وبتاع، ودايما طمنيني تبعت لينا. عليها، عاملة لا، ايه؟ جميلة، ما زالت جميلة، بس هي خلاص يعني ايه، اعتزلت حتة الفن يعني، لكن هي معانا مع اصحابنا كلنا، وبتعمل الواجب معانا كلنا، ودايما تسأل علي الكل وتبعت له وبتاع، لكن هي مش عاوزة بقى خلاص الموضوع ده بالنسبة لها. ما بقاش. خلاص اكتفت يعني، حست انه برضو هي جالها وقت قالت انه انا الفيلمين الاخرين اللي عملتهم ما كانش ده المستوى اللي انا كنت نفسي اعمله، فده اللي خلاني اقول لا، انا ما بقاش مكاني ان انا اعمل لمجرد التواجد، انا عاوزة اعمل لمجرد ان انا عملت فاعلى، مش أو تتطور. فالجو ما بقاش بيساعد انك تعملي الحاجة اللي الواحد نفسه يعملها. صح جدا. لو فيش حاجة تشجع يعني، هي لو شافت حتى في حاجة ما انا بتشجع بقول لك، ممكن لا عادي جدا. صح. يعني ما اعرفش دي صعبة ولا هي أو سهلة، غيرها على او هي فكرة، او يعني أنا غيرها. بتكلم بشكل عام إن فعلا الحالة اللي موجودة بتقفل ناس كتير. صعب أوي تلاقي سيناريو حلو، صعب أوي تلاقي مخرج كويس، صعب تلاقي عمل كده مكتمل أو أتليست فيه 50% تبقي ضامنة نجاحه. الواحد بيحزن لما بيقعد يتفرج على حاجة مثلا ويحس إن هي مش زي الحاجات بتاعت زمان. يعني أنا رأفت الهجان وليالي الحلمية وفؤاد المهندس دي وحاجات. بقى دي حواجات انحدرت. نعمل مختلف، نعمل بالجديد بالحاجات الحلوة. احنا بقى يعني في عصر سطح وبهر، مش في عصر بسطح وابهر، دي احلى جملة النهاردة على نجوم سطح اف ام. وبهر. احنا في عصر سطح وبهر. ده حقيقي. النهاردة مين المطرب اللي مثل وعجب ايناس الدغيدي؟ بصي، انا مطربي اللي هيعيش ويموت ويروح ويجي عبد الحليم حافظ، الله عليكي. وحتى هو مش ممثل قوي، لكن حتى بحب افلامه الغنائيه لاني بحب الاغاني والاحساس اللي كان جوه الافلام. فانا النهارده لو شفت اي فيلم قديم لعبد الحليم حافظ بقعد قدامه زي الطفله اللي بتتفرج على حاجه عمرها ما شافتها، لان احساس جميل. هو مش ممثل جيد، بس افلامه بتاعت الغنى الغنائيه دي جميله، لدرجه ان انا بفكر جديا ان انا اعمل فيلم غنائي. وفكرت في قصة بتاعت أحلام المستغانمي اسمها الأسود يليق بك، معمول للمطربة يعني، فنفسي أعمل فيلم غنائي، عارفة اللي هو بقى خارج يعني، هو طبعا في علاقة راجل بمرأة وحب وكره وبتاع، بس الفيلم غنائي وفي أغاني وفي استعراضات أغاني وبتاع، إن احنا ده النوعية مثلا انقرضت عندنا، لأن هي انقرضت عشان الفيديو كليب بقى موجود وانت واخدة بالك، وكل واحد بيطلع يعمل فيديو كليب، بس الأغاني اللي كانت جوه الأفلام بالمشاعر بالأحاسيس اللي كنا بنشوفها، مش عارفة مريم فخر الدين بيغني لها في يوم في شهر في سنة، مش عارفة، لا لا، حاجات الزبيدة ثروت بأمر الحب، حب. ايوه، الحاجات ومن دي، عمري. ويوم الله، بصي هي الحاجات دي دي ناس الدغيدي يا جماعه بجد. يعني بيني اه وبينك والله. عبد الحليم ده خلانا نحب واحنا ما عندناش حب، يعني قصدي ما فيش حالة حب انت عايشاها وبتعيشيها مع عبد الحليم.